ايه هي المقادير سلطه الجبنه الحلوم بس بطريقه حلوه قوي ومختلفه. عندي الجرجير، عندي كمان العنب الاحمر، عندنا الشبت، بصل اخضر، فراوله، عين جمل، جبنه حلوم هنجيبها قطعه واحده هكون نقعاها في ميه، سكر بني، عسل، خل، بلسامك والثوم. اول حاجه عايزه اعملها هجيب الجبنه بتاعتي وهبدا في تقطيعها. اهم حاجه تبقوا نقعينها عشان لما بتتنقع ملح الزياده اللي فيها ده بيروح فبتبقى احلى كتير. وهنا في الشوايه هكون مسخناها كده، هدهن بس الشوايه كلها كويس قوي. يلا وهنزل بقطع الجبنة بتاعتي. عايزة أقول لكم إن الفاكهة في السلطات بتدي طعم لذيذ جدا وبتكون إضافة دايما موفقة. نقي كده الألوان الحلوة دي. وبقى في الأطباق الحلوة والبرزنتيشنز الإيه الكبيرة بتبقى جميلة جدا. تعالوا نروح للجبنة على الناحية الثانية. شوفوا 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 الجمال. اوبا حكاية. يلا تعالوا نجيب طبق السلطة بتاعنا. اول حاجة هعملها هحط الجرجير من تحت كده، بعدين الفراولة اللي قطعناها بالشكل ده كده، والعنب، الخضرة بحطها مع بعض، مع البصل الأخضر كده، والعين الجمل كده. وبعدين بجيب بقى الجبنة تلاقوها بقى ايه سايحة اهو. يلا بينا تعالوا بقى نحط الجبنة بتاعتنا. ونعمل الصوص بتاعنا، صوص سريع لذيذ قوي قوي وسهل جدا. يلا بينا هحط هنا الخل بتاعي، معلقة من العسل، وشوية من الثوم، زيت الزيتون. يا سلام يا سلام. يلا كده وهنزل على السلطة.